مباشرة بعد انتشار أخبار تفيد بإعادة اللاعب محمد الناهري لصفوف الفريق الأول للوداد، انقسم جمهور الوداد بين مؤيد لعودته لتدريب الفريق الأول وتجديد عقده لأنه من الركائز الأساسية، ومعارض لتمديد عقده وعودته للفريق الأول لأنه كان سببا في الإقصاء من كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حد تعبير الجماهير الودادية. وكان المكتب المسير لفريق الوداد قد عاقب الناهري بعد مباراة ديربي العرب وألحقه بتدريب الأمل إلى جانب كل من أنس الأصبحي والحارس ياسين الخروبي.